مشاهدينا مساء الخير. أجواء باردة جدا هذه الليلة مع حدوث انجماد وسقيع واستقرار على الأجواء غدا وبداية على الارتفاع التدريجي بإذن الله. أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو. مشاهدينا أهلا بكم مرة أخرى على الأقمار الصناعية لهذا المساء. نلاحظ وجود كميات كبيرة من الغيوم تغطي المملكة. قسم من هذه الغيوم أدى إلى حدوث هطولات من الأمطار وسقوط زخات متفرقة من الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية. أما الكتلة الهوائية الباردة فنلاحظ أن الكتلة الهوائية الباردة جدا والتي هي من أصل قطبي غزت المملكة وأثرت تقريبا على معظم أجزاء المملكة، وشعرنا بأجواء باردة جدا. ستبقى هذه الأجواء نشعر بها هذه الليلة وجزء أيضا من صباح الغد ونهار الغد. هذه الليلة زي ما حكينا أجواء قارصة البرودة شديدة البرودة، درجات الحرارة متدنية دون الصفر مئوي في معظم مناطق المملكة، المناطق الشمالية بحدود صفر، عمان حوالي 2 تحت الصفر، المناطق الشرقية حوالي 4 تحت الصفر، انجماد تام وسقيع، وأيضا المناطق الجنوبية الشرقية أيضا 3 تحت الصفر. إذا المناطق الصحراوية والمناطق البادية والسهول في حالة انجماد رهيبة وأيضا سقيع رهيبة هذه الليلة. نحذر من خطر الانزلاقات ومن درجات الحرارة المتدنية. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء شديدة البرودة، درجة الحرارة الصغرى في عمال متوقعة 1 تحت الصفر والملموس 3 تحت الصفر، أيضا مع حدوث انجماد وسقيع. نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر. والأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم غد الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة وبداية الارتفاع التدريجي، أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا غدا، وأيضا درجة الحرارة ارتفاع قليل لكن تبقى أقل من المعدل بشكل واضح، العظمى ستصل بحدود 7 إلى 8 درجات مئوية والصغرى ليلا بحدود درجة. أيضا الليل القادم راح تكون أجواء باردة ويحدث سقيع وانجماد مرة أخرى في كثير من الأماكن خاصة مناطق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول. الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء مشمسة نهارا لكنها باردة نسبيا، تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها على الأقل ما بين 5 إلى 6 درجات مئوية، أجواء باردة ليلا، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة بحدود 3 درجات مئوية. يوم الجمعة ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة والأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، تبقى درجات الحرارة أقل من المعدل ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية. ويوم الجمعة ليلا تتكاثر أثر الغيوم بإذن الله تدريجيا لتصبح الأجواء ما بين غائمة جزئيا إلى غائمة، وتسقط أمطار متفرقة ليلة الجمعة على السبت وصباح السبت بإذن الله. الأحوال الجوية المتوقعة في المدن المختلفة وكذلك درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المناطق الشمالية، منطقة إربد والشمال بشكل عام، أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا مع ارتفاع على درجات الحرارة واستقرار وتوقف هطول الأمطار، العظمى في إربد 11 والصغرى 4، عجلون 10 إلى 3، جرش 10 إلى 3، والمفرق 9 إلى 3 درجات مئوية. المناطق الوسطى من المملكة أيضا أجواء باردة نسبيا وما بين مشمسة وغائمة جزئيا، البلقاء 7 إلى 2، عمان 7 إلى 1، مأدبة 10 إلى 1، البحر الميت 17 إلى 10، الزرقاء 10 إلى 2
30 درجة مئوية. المناطق الجنوبية أيضا أجواء باردة، باردة نسبيا نهارا، باردة نسبيا ليلا، باردة ليلا بشكل عام، وأيضا يحدث السقيع والانجماد خاصة في مناطق المرتفعات الجنوبية. العظمى في الكرك والطفيلة 7 والصغرى 2، الشراء العظمى 4 والصغرى 1 تحت الصفر، العقبة 17 إلى 10 ومعان 10 إلى 0 درجة مئوية. المناطق الشرقية أجواء مشمسة نهارا ولكنها باردة جدا مع حدوث السقيع والانجماد أثناء الليل، صفا 11 إلى 0، الأزرق 13 إلى 2 والرويشد 10 إلى 0 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، نتمنى للجميع السلامة، ولكم تحية طيبة من طقس العرب. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو.